هل تعبير إله ربنا يسوع المسيح تنفي لاهوت الرب يسوع المسيح اللي اتقالت في أفسس 1:3 وفي أفسس 1:17 وفي كورنثوس الثانية 1:3؟ طبعا النقطة دي بيكررها كتير جدا الإخوة الأحباء الغير مسيحيين وبيهاجمونا بيها وبيهاجموا بيها كمان خاصة العابرين وبيحاولوا يهزوا إيمانهم أو يذبذبوهم لما يقولوا بصوا ده في أفسس بيقول لكي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان، وبصوا كمان بيقول إن هو أقامه من الأموات وغيره من الأعداد. فالآية دي تنفي لاهوت المسيح، رغم إنه معلمنا بولس الرسول اللي قال العدد ده هو نفسه اللي قال عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، ودي لا تقبل الجدل. فمعلمنا بولس الرسول اللي قال العدد ده هو نفسه اللي قال أعداد كثيرة جدا توضح لاهوت الرب يسوع المسيح. إعلان لاهوت الرب يسوع المسيح واضح أنه هو الله الظاهر في الجسد، ده لا تقبل جدل. فإيه اللي يقصده معلمنا بولس الرسول لما بيقول في أفسس 1:17 لما بيقول إله ربنا يسوع المسيح؟ هل ده إنكار لاهوته؟ طب إزاي؟ هل معلمنا بولس الرسول نفسه حيناقض نفسه؟ هل معلمنا بولس الرسول اللي أعلن لاهوت المسيح بوضوح شديد جدا وفي أماكن كثيرة وواضحة هو هيرجع يخالف نفسه؟ طبعا لا. لكن هو هنا باختصار شديد جدا جدا بيتكلم، وحلما هنقرأ سياق الأعداد وخاصة لما حضرتك كملت في سياق الأعداد، هو هنا يتكلم عن مكانة يسوع بالجسد. ليه؟ لأنه لما هنشوف بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على جسده اللي مات واللي قام من الأموات. سؤالي في البداية، هل لاهوت المسيح مات؟ هل لاهوت المسيح مات؟ لا. يبقى في سياق الأعداد لما بيتكلم على أقامه وأجلسه وعمل وفي عن يمينه في السماويات والكلام ده كله، يبقى كلام هنا عن ناسوت المسيح وليس عن لاهوته. الحقيقة لو ركزنا في العدد هنلاقي العدد هو في الحقيقة لما نفهم ويقصد يقول إيه، هو في الحقيقة العدد إثبات للاهوت المسيح. لكن ندرسه مع بعض عشان نفهم النقطة دي. في البداية لازم ندرس بعض الحقائق اللاهوتية اللي المفروض الإنسان المسيحي يكون عارفها. وليه تعبيرات كتابية لما تتكلم على المسيح تتكلم على المسيح بأسلوب وأحيانا تتكلم على المسيح بأسلوب تاني؟ الكتاب المقدس لما يجي يتكلم على لاهوت المسيح يتكلم عليه بلاهوت بطريقة واضحة جدا لا تقبل الجدل إنه هو الله. زي المسيح ما قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. زي ما قال إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، يعني هو اللي خلق كل شيء، كل حاجة في الكون اتوجدت به، يعني هو اللي خلقها. وبغيره لم يكن شيئا مما كان. فيه كانت الحياة، يعني هو مصدر الحياة، هو واهب الحياة، هو رئيس الحياة. كويس؟ معلمنا بولس الرسول نفسه زي ما قلت عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، تراءى لملائكة كرز بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد. لكن ونؤمن زي ما بوضوح شديد أن اللاهوت متحد بالناسوت، وزي ما قال في كولوسي 2:9 يحل أن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يعني هذا الجسد يحل فيه كل ملء اللاهوت، يعني اللاهوت متحد بالناسوت. كويس؟ ومعلمنا بولس الرسول في رسالة روميا 9:5 لما بيتكلم ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. المسيح ده الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. فالمسيح هو تجسد الله أو الله الظاهر في الجسد أو اتحاد اللاهوت بالجسد بالناسوت، زي ما قال في إنجيل لوقا الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فأيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وأصبح المسيح اللي هو اتحاد اللاهوت بالناسوت بلاهوته الذي هو بهاء مجده، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 1:3 بهاء مجده رسم جوهره حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، يعني بكلمة المسيح كل شيء فيه قائم
بعدما وهو هو بهاء مجد الله ورسم جوهر الله، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعلي، وهو والآب واحد. والجسد والدم ده أصبح دم الله زي ما يقول في أعمال الرسل 20-28: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، دم الله. فأصبح هذا الجسد هو جسد الله وهذا الدم دم الله. كويس؟ وزي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل رومية 3-5: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. مين؟ دم الله. الله قدم دمه كفارة لإظهار بره من أجل الصفحة عن خطايانا السالفة بإمهال الله. والله تجسد في المسيح علشان يصالحنا بنفسه في جسده. فزي ما يقول في كورنثوس الثانية 5-19: الله كان في المسيح، اللاهوت كان في جسد، مصالحا العالم لنفسه. يعني المسيح مش ممثل، المسيح مش كيان آخر، ده الله نفسه هو المتحد بنسوت في الرب يسوع المسيح علشان بدمه دم الله يصالح العالم لنفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم واداعا فينا كلمة المصالحة. لكن المسيح ده اللي هو الله الكامل، إله كامل، هو أيضا إنسان كامل، محدش ينكر. ولو في واحد ينكر أنه الرب يسوع المسيح هو إنسان كامل، ده عيب عنده إشكالية، ويبقى وقع في هرطقات زي هرطقات الغنوسيين اللي رفضوا ناسوت المسيح. ما رفضوش لاهوته ولكن رفضوا ناسوته. فنحن نؤمن أنه المسيح هو أيضا ابن الإنسان بالجسد، وابن الإنسان ده ليه سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا زي ما قال في متى 9-6. ولاهوته متحد بناسوته بدون انفصال ولكن بدون اختلاط، يعني الناسوت ما أصبحش لاهوت ولا امتزاج، ما امتزجوش ببعضه واستبدلت صفاتهم ببعض ولا تغيير، ما فيش حاجة اتغيرت للتاني. بمعنى أن اللاهوت لم يفارق الناسوت، وأيضا اللاهوت لم يختلط بالناسوت ويختفي معالم كل منهم، وأيضا لم يمتزجوا، بمعنى أن اللاهوت ما دبش في الناسوت ولا الناسوت ده في اللاهوت، ولم يتغير، لا اللاهوت تغير بأي شيء وأصبح ناسوتا ولا الناسوت تغير وأصبح لاهوتا. واضح؟ فالمسيح لما كان يتكلم بسلطان لاهوته هو والآب واحد، ويقول أنا معكم زمان هذه مدة ولم تعرفني يا فيلبس الأرز رآني فقد رأى الآب. وأيضا لما يتكلم كأنه كإنسان يتكلم كأنه إنسان كامل، أنا كإنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته. الاثنين دول كلام الرب يسوع المسيح نفسه في إنجيل يوحنا. لما نبص للعددين دول وبقية الأعداد اللي بنتكلم عنها، المسيح نفسه لما يتكلم عن لاهوته يعلن لاهوته بوضوح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الأب واحد. ولما يتكلم عن ناسوته يوضح أنه هو إنسان، إنسان في كل شيء، ويتكلم أنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله. الله مش أنت الله؟ أيوة أنا الله، لكن برضو كبشريته يتكلم ان هو سمع الحق من الله. فكلام الرب يسوع المسيح نفسه اللي هو الرسائل بتشرح اكتر وبتوضحه اكتر، ايضا هو نفسه يتكلم على الطبيعتين المتحدين في طبيعة واحدة اللي هو الرب يسوع المسيح. طبيعة اللاهوتية لا مش اخر، ده هو نفسه. الطبيعة الناسوتية لا، هو يسمع من الله. كويس؟ اللي معلمنا بولس الرسول في عبرانيين لما اتكلم عن لاهوت المسيح اتكلم انه هو نفسه، هو الله الذي هو بهاء مجد ورسم جوهره وحامل كل الاشياء في كلمة قدرته. ولما يتكلم عن الانسان يسوع انه هو اعلان للاهوت، فبيوضح انه دم المسيح ده الذي بروح ازلي قدم نفسه بلا لله بلا عيب. طب ازاي؟ مش عرفنا ان الدم ده دم الله؟ لكن الناسوت قدم هذا الدم للاهوت، اللي قدم دمه لله بلا عيب. كويس؟ الناسوت ده اللي شاركنا بيه، اللي شبهنا بيه، اللي يمثل طبيعتنا البشرية، اللاهوت يعتبر إلهه. مرة تانية، مكانة اللاهوت للناسوت، اللاهوت إله للناسوت. فالمسيح بلاهوته هو الله، أما المسيح بناسوته يخضع لله. أكرر مرة تانية الأستاذ الحبيب يوسف والدكتور ميل، المسيح بلاهوته هو الله، المسيح بناسوته خاضع لله. دليلي
الكلام اللي احنا قريناه ودرسناه مع بعض قبل كده بشيء من التفصيل لما درسنا كورنثوس الاولى 15:45 لما بيقول سار ادم الانسان الاول نفسا حيه وادم الاخير روحا محيه. ولما يقول الذي يخضع له حينئذ يخضع للذي يخضع له الكل. وعرفنا مين اللي يخضع، ناسوت المسيح يخضع للاهوت. عشان كده يقول لك يكون الله الكل في الكل. الكلام ده فين؟ في كورنثوس الاولى 15 معايا. فمعلمنا بولس الرسول نفسه شرح لنا ووضح لنا انه المسيح وخاصة في كلمة لان اخضع كل شيء تحت قدميه، ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي اخضع له الكل. بيقول المسيح اللي هو بلاهوته ونسوته، المسيح بلاهوته يخضع كل شيء تحت قدميه وبنسوته ايضا يخضع كل شيء تحت قدميه، لكن واضح انه غير الذي يخضع له الكل. لما نتكلم على الناسوت، الابن الجسد هيخضع للذي يخضع له الكل، اما المسيح بلاهوته لا يخضع لان هو الله الكل في الكل. الكلام ده بوضوح في كورنثوس الاولى 15 كويس. الرب يسوع المسيح بناسوته لما يمثلنا امام العدل الالهي بجسده اللي سفكه عننا، بدمه البشري اللي سفكه عننا، يكلم الآب بلقب إلهي. ومعلمنا بولس الرسول اللي ما يتكلم عن يسوع اللي فدانا، الطبيعة البشرية للرب يسوع المسيح اللي بيها فدانا، اللي هو ما تسفكش على عود الصليب، اللي تسفك دم النسوت. فالرب يسوع، ولكن ده ما فيهوش فصال، يعني ما بفصلش ما بين اللاهوت والناسوت على فكره عشان ما حدش يفهمني خطا، ولكن فقط للتوضيح، الرب يسوع المسيح اللي فدانا بناسوته بجسده، الجسد ده اللي فدانا، الجسد ده اللي سفك دمه فدايه عنا، يقول ان الله اله، فاللاهوت اله الناسوت، لان اللاهوت هو اللي عدل نفسه ناسوتا، زي ما يقول الحكمه بنت لها بيتا معايا. فاللاهوت ليس الناسوت ليس ازلي، ده في ملء الزمان اللاهوت اعد لنفسه جسد بشري يكون فيه. مكانه هذا الجسد البشري بالنسبه للاهوت، اللاهوت هو اله للطبيعه البشريه. عشان كده يقول في افسس 1:17 لكي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح اب المجد روح الحكمه والاعلان في معرفته. هنا يتكلم عن المسيح اللي سفك دمه واللي مات، اللاهوت ما ماتش، لاهوت المسيح ما ماتش، لكن اللي مات مين؟ ناسوت المسيح. ناسوت المسيح اللي مات، الهه هو اللاهوت، هو اللي يدينا روح الحكمه والاعلان ابو المجد. ويقولها مره ثانيه، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماوات في المسيح. وأيضا يقولها في كورنثوس الثانية 1:3 مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. فتعبير أبي أو إلهي، أو لما إله يسوع أو إله الجسد، للتعبير عن مكانته البشرية. مكانته البشرية للاهوته، اللاهوت هو إله للناسوت. معايا؟ هو ايه علاقة، يعني ايه اللاهوت، ايه الالهية، يعني لما اقول اللاهوت اله الناسوت دي معناها ايه؟ اللاهوت هو اللي اوجد الناسوت، اللاهوت هو خالق الناسوت. فلما يقول يوحنا 20:17 لا تلمسيني لان اصعد بعد الى ابي، ولكن اذهبي الى اخواتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. ازاي يقول الهي؟ لان هو يتكلم على صعود الناسوت، لكن هو بلاهوته بيقول ليس احد صعد الى السماء الا الذي من السماء، ابن الانسان الذي يملا السماء، الذي هو في السماء. فالمسيح بلاهوته يقول انا املا السماوات والارض، بناسوته لا، اللاهوت هو اله معايا. فهو رغم انه شاركنا في اللحم والدم لكنه يختلف عننا، لان طبيعته البشريه متحده باللاهوت، ولكن في فرق ما بين مكانه طبيعته البشريه ومكانه لاهوته. هو واحد، الله الظاهر في الجسد، ولكن الاتحاد ده لا زال في اللاهوت اله الناسوت. عندما شرح ان هناك فرق ما بين مكانته بان الله الظاهر في الجسد، الجسد ده شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه،
الجسد ده يختلف عننا ينحل فيه كل ملء اللاهوت واتحاد كام، ولا واللاهوت لا يفارق النصوت للحظة واحدة ولا طرفة عين. لكن لما يقول إلهي يعبر تعبير عن مكانة الجسد معايا، عشان كده حتى يقول إلهي مش إلهنا. ففي إنجيل يوحنا 14:3 يقول إن بيت أعددت لكم مكان آتي أيضا وأخذكم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إزاي؟ رغم هو بلاهوته يملأ الكل، لكن بيتكلم على ناسوته كمان أيضا، هيصعد بناسوته. فكل ده يؤكد تعبير إلهي هو تعبير مكانته البشرية، وإن هو الله الظاهر في الجسد، بالجسد يمثل البشرية اللي اللاهوت إله، وباللاهوت هو الله نفسه إله الكل. ليه؟ لأنه بناسوت ده هو اللي بيصالح الله مع البشر. أفرق مرأة مش أفرق، وأنا آسف التعبير الخاطئ ده، أوضح نقطة مرة تانية. الإنسان اختلف مع الله، اللي يصالح الإنسان مع الله هو اللي يشبه الإنسان ويكون زيه لطبيعة بشرية، وهو الله بطبيعته اللاهوتية، يجمع الاثنين. عشان كده اللاهوت اتحد بالناسوت، ولكن الناسوت ده مكانة البشر واللاهوت ده هو الله. فالناسوت مكانة البشر ده بالنسبة له اللاهوت هو إلهه. لغاية دلوقتي أشكرك جدا أستاذ يوسف العابر، ربنا يبارك حضرتك. فالناسوت اللي دفع الكفارة وتمم الصلح ومات هذا الناسوت وتسفك دمه، بالنسبة له اللاهوت هو إلهه. عشان كده إله ربنا يسوع المسيح اللاهوت إله الناسوت، واللي صنعه المسيح بفداء، نحن بالمسيح المتجسد وبفداء رجعنا شعبا خاصا بعد ما كنا مرفوضين. فالمسيح لما بيقول هذا التعبير تأكيد عن ناسوته أنه هو حقيقة جسد بشري حقيقي، مش جسد هلامي ولا خيالي زي ما كتير كانوا بينادوا زمان في الكنيسة الأولى بعد في زمن تلاميذ التلاميذ. كويس؟ المسيح بلاهوته واحد مع الآب، المسيح بناسوته يقول إلهي لأنه يمثل الكنيسة والبشرية. عشان كده قال على عود الصليب إلهي إلهي لما تركتني، بيتكلم على جسد البشري اللي بيقدم مصالحة لمصالحة اللاهوت بالناسوت. كويس؟ فأقنوم الابن، التمييز الوظيفي لأقنوم الابن في ذات الله الواحد، الواحد مع الآب، هو اللي أخلى نفسه وتجسد وأخلى ذاته أخذا صورة عبد وصار في الهيئة كإنسان، الذي كان في صورة الله زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل فيليبي إصحاح 2، لم يحسب خلسة أن يكون معضلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صار في شبه الناس وزوجر في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت وموت الصليب. مين اللي أطاع؟ الرب يسوع المسيح. ولكن مين اللي مات موت الصليب؟ نسوته. لذلك رفعه الله، رفع إيه؟ رفع الجسد، أعطاه اسما فوق كل اسم، لتكي تكسو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، واعترف كل لسان أن يسوع المسيح الناسوت اللاهوت هو إله واحد، طبيعة واحدة، هو رب لمجد الله الآب. فيسوع المسيح هو طبيعة واحدة نتيجة اتحاد طبيعتين. لو حننظر لطبيعة البشرية اللاهوت إله، لو حننظر لطبيعة اللاهوتية هو واحد مع الآب وهو الله الظاهر في الجسد. فزي ما قلت الآب لم يخلي ذاته، لكن أقنوم الابن هو اللي تجسد، أقنوم الابن بلاهوته هو واحد، بناسوته هو ناسوت طبيعة بشرية الآب إلهه. أيضا اللاهوت ملوش جسد، واللاهوت لا جسد ملائكي ولا بشري، أما الطبيعة البشرية للرب يسوع المسيح فهو جسد كامل. الطبيعة الملائكية اللي هي حتى من نور أفضل من الطبيعة البشرية اللي هي أصلها من تراب، رغم ذلك الرب يسوع المسيح تواضع واخد الطبيعة البشرية زي ما يقولوا في المزامير 5-8، تنقصه قليلا عن الملائكة بمجد وبهاء تكلله. يعني هو وافق انه يتحد مش بطبيعة ملائكية، لكن ده وافق انه يتحد بطبيعة بشرية اقل حتى من الطبيعة الملائكية، ويقتبسها معلمنا بولس الرسول المستشهد بكلامه او اللي بيتساءل في كلامه النهاردة في عبرانيين 2، يقول وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللت وأقمت على عمل يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع، لما اتحد بهذا الجسد، جسد يسوع الجسد البشري، نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت اللي تألم هو الناسوت،
لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. ومرة تانية محدش يفتكر أن أنا بفرق ما بين اللاهوت والناسوت، لأن اللاهوت اتحد بالناسوت اتحاد كامل. إذ ندرك أن الابن بلاهوته واحد، وأما الابن بتجسده أو بطبيعته البشرية أقل من الآب. فالطبيعة البشرية اتخذها في وقت الميلاد، فهو بالجسد مولود في ملء الزمان، والطبيعة البشرية شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، والطبيعة البشرية هو اللي مات بيها، والطبيعة البشرية هو اللاهوت أقامه وأقل من الآب، والآب أعظم منه، وبخاصة أن طبيعة البشرية قابل للألم، قابل أن هو ينزف، قابل أن هو يموت. فنعلم أن الرب يسوع المسيح اتضرب واتجلد واتغرس في رأسه وكليل شوك واتسمر واتطعن في جنبه بالحربة. الكلام ده كله مش للاهوت، اللاهوت ما بيتأثرش بهذه الأشياء، لكن كل ده حاجات تؤثر على الطبيعة البشرية للرب يسوع المسيح اللي بالمكانة أقل من اللاهوت. واضح؟ حتى الآن؟ ففي صورة وقت تجسده كان في صورة الإخلاء، يعني في صورة أقل من مجد الآب، بلاهوته هو نفسه المجد. بلاهوته لم ينفصل عن الآب، هو الآب واحد، ولكن بناسوته أقل من مجد الآب. عشان كده بيقول في يوحنا 17:5: الآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. مرة تانية، منذ الأزل هو واحد مع الآب، ممجد بنفس مجد الآب، في ذات الآب وذات إلهي واحد، والآب والابن والروح القدس إله واحد أمين منذ الأزل وإلى الأبد. أما بتجسده أصبح مجده البشري المتألم أقل من المجد الآب، لأنه أصبح في جسد بشري، هذا الجسد البشري أقل مكانة. معايا؟ عشان كده يقول في أشعياء 53: من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب. فتجسده هو استعلان زراع الرب، نبت قدامه كفرخ وقعرته في أرض اليابسة، لا صورة له ولا جمال بسبب الألام اللي عناها على عود الصليب، ولا منظر فنشتهيه. أصبح بالجسد محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، تمستر عنه وجوهنا، رغم أن هو بجسده حمل أحزاننا، حملنا وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناها مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامه علينا وبحبره شفينا. كويس؟ فتأكدنا أن الآب أعظم من يسوع في بشريته، ولكن الآب واحد مع الابن أو مع الرب يسوع بلاهوته، فهو المتساويين وواحد ونفس ذات الإله الواحد باللاهوت. أما بالنسبة للناسوت، الآب أعظم من يسوع بناسوته، ده حتى الآن. طيب نشوف سياق الكلام ونتأكد أن معلمنا بولس الرسول بطريقة قطعة بيتكلم على ناسوت المسيح، ما بيتكلمش على لاهوته. هنا يقول إيه في رسالة أفسس اللي المستشهد هنا بها في هذا الجزء؟ بيقول: لكي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه. ميراثه إيه؟ دم المسيح في القديسين، الكفارة اللي ادهلنا، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الصليب الذي عمل في المسيح إذ أقاموا من الأموات. هنا نتأكد أن الكلام بيتكلم على ناسوت المسيح القائم من الأموات. فكل الكلام اللي في أفسس 3 بيتكلم على ناسوت المسيح. آسف أخطأت، معلش، مش أفسس 3، أفسس 1، معلش أخطأت، سامحوني. كويس؟ فبيتكلم على المسيح بالجسد بالناسوت اللي اللاهوت أقاموا من الأموات، وبيتكلم على مكانة المسيح بالجسد اللي يعتبر اللاهوت إلهه. كويس؟ فبيتكلم عن يسوع المسيح كناسوت، ويقول يعطينا إله ربنا يسوع المسيح الإعلان في معرفته. فهو يقصد عشان نفهم طبيعة الله وسر التجسد لازم كمان ندرك
الناسوت ومكانته البشرية ومقدرته البشرية، لأن عمل الله عمل من خلال جسد المسيح. يعني مين اللي ادانا كفارة؟ اللاهوت العامل من خلال الناسوت. عشان كده سر التجسد حتى الآن يحار في أكتر عقول، مهما كان مقياس الاي كيو بتاعها ومهما كان فائقة الذكاء، بدون إرشاد الروح القدس ما قدروش يفهموا سر التجسد. عشان كده ربنا هو اللي بيدينا روح فهم وحكمة عشان نفهم هذا الأمر، الأمور التي لا يعلمها ولا يعلنها إلا روح الله. فالله اللي وهبنا هذا الأمر هو اللي بيوضح أنه الروح أو اللاهوت كان يعمل من خلال جسد المسيح. معايا؟ ده اللي بيقوله وده اللي بيوضحه. فجسد المسيح المتحد باللاهوت هو اللي ادى ان جسد المسيح يكون كفارة عننا، وهو اللي ادى انه يدينا غنى مجد ميراثه، لانه ميراثه اللي دم اللي غرسناه اللي اصبحنا اعضاء في جسد المسيح. اللاهوت بتاع المسيح متحد بناسوته، وناسوت المسيح هيكون في ملكوت السماوات بناء عليه، متحد بالناسوت بالكامل، واحنا اعضاء في الناسوت فنكون في ملكوت السماوات، وده غنى مجد ميراثه. كويس؟ ده اللي بيقوله، ده اللي قصد يوضحه. المسيح لما قام بجسده، جسده متحد باللاهوت، صعد الى السماوات وجلس عن يمين الله، جلس عن يمين الله ولاهوته متحد بناسوته، واصبح في مركز القوة ولكن لازال متحد بالناسوت. طب هذا الناسوت ده اللي احنا ورثنا مكانة فيه، اصبحنا جزء في ناسوت المسيح، هو ده اللي من خلاله ادانا ربنا الفداء وادانا ان احنا نكون في ملكوت السماوات. الحقيقة في العدد في سياقه بيأكد ان بيتكلم عن ناسوت المسيح اللي مات واللي قام واللي جلس في يمين العظمة، وهذا الجسد اللي هو ربنا، هذا الجسد هو اللي من خلاله ورثنا، هو هذا الجسد اللي يعمل من خلاله اللاهوت. فالله ظهر في الجسد، ويسوع بالجسد هو جسد الله، وهو الوسيط بيننا وبين الله، والله عينه أن يكون عيان ويكون وسيطا ومخلصا، ويعد للطبيعة البشرية للمصالحة مع الله، وهو أعد الجسد ده لنفسه اللاهوت ومسحه، فاللاهوت مسح الجسد وأعده لنفسه، وقبل أن يتواضع فيه ويتحد به بجسد أقل مكانا من الملائكة. اللاهوت مكانته للجسد، اللاهوت إلهه والجسد خاضع للاهوت، ولكن هذا الجسد هو اللي بيه صالحنا وبيه دفع ثمن خطايانا وبيه قدم ذبيحة مقبولة وتمجد بيه، واللاهوت أقامه ورفعه في المجد وعطانا من خلاله أن نتحد بالله من خلال هذا الوسيط اللي هو جسد الرب يسوع المسيح اللي هو جسد الله. خلي بال حضرتك نقطة تانية، لقب يسوع المسيح اللي قال عليه إله ربنا، لقب الرب اللي هو الكيريوس اللي هو ترجمة لإسم يهوه في العهد القديم، خالق البشرية كلها، اللي زي ما شرحت قبل كده كيريوس ترجمة اليوناني لإسم يهوه، فهو بيتكلم إله ربنا. يعني رغم أن اللاهوت إله لجسد المسيح، معايا؟ لاهوت المسيح ولاهوت الله إله لجسد المسيح، ولكن حتى جسد المسيح هو ربنا، هو إلهنا. أركز في النقطة دي مرة تانية لعل أكون توهت حد معي. العدد بيقول لكي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. عرفنا أن الكلام عن ناسوت المسيح، كويس؟ ولكن ناسوت المسيح كمان رغم أن اللاهوت إلهه، إلا أن ناسوت المسيح يلقب أن هو ربنا، هو إلهنا. معايا؟ هو كيريوس، اللفظ ده في اليوناني كيريوس، اللفظ ده اللي هو ترجمة في السبعينية لاسم يهوه. فمعلمنا بولس الرسول رغم أنه يوضح الفرق ما بين مكانته باللاهوت ومكانته بالناسوت، إلا أنه بيقول ما تستسهلوش الناسوت، علشان كمان دي فيها رد على البدعة اللي يقولوا نعبد الله بلاهوته بس ما لناش دعوة بالناسوت. لا، ناسوت المسيح جسد الله دم الله، هو إلهنا، هو ربنا. معايا أخويا الحبيب يوسف العابر؟ وعلى فكرة العدد ده بنستشهد بيه كتير جداً في الرد على الشبهة اللي بيقولوا طب انتوا ليه ما بتعبدوش اللاهوت وبس؟ لا، نعبد اللاهوت وبس ايه؟
ده ناسوت المسيح هو ربنا كمان لفظا. عشان كده بيقول إله ربنا، ما قالش إله يسوع المسيح وسكت، رغم هو بيتكلم عن إله الجسد إله الناسوت، ولكن ناسوت المسيح هو ربنا هو إلهنا معايا. فبيوضح مكانة اللاهوت والناسوت، ولكن أيضا في العدد حريص أنه ما يفصلش بشريته عن لاهوته، ويؤكد أن الرب يسوع المسيح هو ربنا، هو يهوى الرب يسوع المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، طبيعة واحدة بدون انفصال. فالمسيح كيان واحد، لأنه هو لاهوت متحد بناسوت في كيان واحد الرب يسوع المسيح، بناسوته مجرم بالألم وأقل من الآب وأقل من الملائكة، بلاهوته هو خالق الكل وفوق الكل وهو إله الناسوت، ولكن ناسوته هو ربنا. ده لا يعني ان المسيح طبيعتين منفصلتين، ده خطأ. لا، المسيح، وده تأكيد في العدد ده لما قال ربنا يسوع المسيح، ده تأكيد ان المسيح الكيان الواحد اللي هو الله الظاهر في الجسد، نتيجة اتحاد لاهوت بناسوت اتحاد كامل. فلاهوت وناسوت ده تمييز ذهني فقط، ده ليس فصل. فكل اللي قلته ده تمييز ذهني وليس فصل ما بين اللاهوت والناسوت، لانه الحقيقة لا يمكن الفصل بينهما، لأنه بنساعد سر التجسد وبداية الاتحاد اتحاد كامل لا يقبل الانفصال أو الافتراق. أضرب مثال فقط مع فرق التشبيه، ومحدش يستغل المثال ويقول لا بس المثال، لا أنا أقصد بالمثال زي واحدة بس مع فرق التشبيه. الإنسان واحد بكيانه، ولكن الإنسان يقول الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. هل الإنسان الكيان الواحد في داخله الروح يشتهي الروحيات والجسد يشتهي الجسديات، هل ده معناه انفصال؟ لا، لازال كيان واحد، انسان واحد مع فرق التشبيه. فالعدد لما بيقول الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، ما بيتكلمش على انفصال. ولذلك لما بنتكلم على الرب يسوع المسيح لاهوت وناسوت، لا نتكلم عن انفصال، مرة تانية مع فرق التشبيه. فلما بنتكلم على اللاهوت والناسوت، بنتكلم على صفة اللاهوت اللي ما اختلطتش وما تغيرتش وما اصبحتش ناسوت، وصفات الناسوت التي لم تختلط ولم تتغير ولم تصبح لاهوت، ولكن اتحاد كامل ما بين الاثنين. اسف لو كنت طولت حتى الان. ايضا معلمنا بولس الرسول بيقول الارادة الحاضرة عندي، هل معناه ان الانسان هو وارادته كيانين مستقلين مفصولين؟ لا، لكن يوضح انه كيان واحد رغم انه يوجد تمييز. فالرب يسوع المسيح طبيعة واحدة بدون انفصال، ناتج اتحاد اللاهوت بالناسوت بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. ولكن اللاهوت أعظم في المكانة من الناسوت، والناسوت خد مكانة أعظم باتحاد باللاهوت، وبعد قيامته أخذ المجد اللي كان للاهوت وأصبح في يمين العظمة في الأعالي. وإحنا لأن إحنا هنورس، عارفين إحنا هنورس في إيه؟ في الناسوت. ولكن ناسوت المسيح متحد بلاهوته، وعلشان كده هيكون لينا مكانة، لأن احنا وارثين في ناسوت المسيح المتحد باللاهوت. أرجو أن ما كنش أخطأت في أي تعبير، ولو حد فهمني خطأ أنا آسف واعتذر. أرجو أن أكون وضحت للي بيستغل العدد ده من المشككين على أرض ضعف يقول لك أهو بصوا ده يبقى عبد رسوله. لا، الكلام لا يحتمل على الإطلاق هذا الأمر. وأرجو أن ربنا يدي بصيرة روحية للي بيشككوا بيهاجموا ما بيفهموش كلام معلمنا بولس الرسول، علشان يفهم الحقائق دي وتستمر لهم النور النعمة وما يستمروش في العناد والتشكيك بس. ربنا يبارك حضراتكم، أتمنى أكون وضحت ولو حاجة بسيطة جدا على قد ضعفي، وأسف لو كنت طولت، ولكن زي ما قلت باختصار اللاهوت والناسوت اتحاد كامل في كيان واحد الرب يسوع المسيح بدون انفصال، ولكن بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير. اللاهوت مكانته أعظم من الناسوت، واللاهوت إله الناسوت، ولكن الناسوت هو اللي تم المصالحة، والناسوت هو ربنا، والناسوت هو اللي ادانا الفداء من خلال اللاهوت العامل فيه، واحنا هنورث في الناسوت ونصبح متحدين من خلال الناسوت وموجودين في الملكوت السماوات. ربنا يبارك حضراتكم.